عليها نحن. سيدنا أيوب أكرم الأنانية وراضية بوضع حزين. إذن لو كنا نرى حقيقة ممن لديهم البصر، لو كنا نرى فعلا رؤية سليمة لنظرنا إلى هؤلاء ليس نظرة شفقة ولكن نظرة عادية، على أساس أن هذه الفئة كبقية الأشخاص الأخرى لها ما يميزها عن الغير، ولها أيضا ما كذلك لها ما أو تفتقد لما يملكه الغير. الإنسان إذا نظر إلى نفسه وأراد أن يعتبر، ففي هذه الحالة يصحح المنطلق نتاعه. هؤلاء الأشخاص ربما لو نعتبر هم من يستطيعون إعطاء قيمة للحياة، لأن الإنسان عادة ما ينظر إلى الأعلى ولا ينظر نظرة أفقية في الكثير من الحالات، ولا ينظر نظرة ربما إلى أسفل، يريد أن يأخذ كل شيء، وفي كثير من الحالات لا يشكر الله على النعم التي منحت له. شعوري بهذه المبادرة، يعني أنا والله فرحانة بزاف أنه كاين مديرية مازالها تخمم على هذه الفئة، أنه مالوغوزمون هي فئة مهمشة بزاف، لكن اليوم خلينا شغل أثبتنا نفسنا أنه ذوي الاحتياجات الخاصة ماهمش معاقين زعما كليا ما يقدروا يديروا حتى حاجة. اليوم كان عندنا فوج كامل، فريق كامل من ذوي الهمم، سو أثبتنا نفسنا، وأنا فخورة كثير بروحي وبالزملاء اللي كانوا معايا من ذوي الهمم. كانت مبادرة رائعة جدا، لأنه شفنا بزاف الناس شافوا هذه المسابقة وعجبتهم، وثاني شرفني أني نشوف بعض السلطات جاوا شافونا ومدينا يعني بعض يعني وش يخصنا، حضرنا وش كان وش حبينا، وكانت مسابقة رائعة، ونشكر الحضور اللي جاو ساندونا ودعمونا وبارك الله فيكم. نشكر هذه المبادرة التي ونشكرهم أيضا على هذه الالتفاتة الطيبة، جامعة الهضاب لأنها قدرت قيمة ذوي الهمم. وجه رسالة لكل إنسان بأن الإعاقة ليست حاجزا أو هاجز خوف، وأن عليه أن يكسرها ويمضي نحو العالم. مثل هذه النشاطات بقدر ما هي ثقافية بقدر ما هي معرفية، حاولنا أن نركز على الجانب المعرفي والثقافي لأبنائنا الطلبة من ذوي الهمم، لكنهم دائما يؤثرون علينا جليا بتلك العاطفة الجياشة، بتلك الكلمات التي صدرت في الحقيقة من قلوبهم قبل أن تصدر من أفواههم. أبوابنا كما قلتها مفتوحة لهذه الفئة التي تعطينا في الحقيقة، أنا أعود دائما إلى الميزة تاع هذه الفئة، هي الإرادة والتحدي والكرامة، يمنحون بسخاء ويأخذون بكرامة. نقطة إلى السطر.